السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ الأفاضل. أبنائنا طلبوا ورشتنا لهذا اليوم طرق مكافحة الفساد في التعليم، تقديم الأستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. الفساد آفة تفتك بالمجتمعات وتهدد المبادئ وتدمر الأخلاق، ومن الوطنية والدين التصدي له بكل أشكاله ومظاهره الاجتماعية والاقتصادية، وأكثرها انتشارا الواسطة والتزوير والرشوة والاختلاس. والنزاهة مسؤولية الجميع، به يصلح المجتمع ويندثر الفساد، فلا تخشى من فقدان العمل، كلام الناس، التعرض للتهديد، ضغط المجتمع، ضعف نظام الحماية، معا ضد الفساد.